السلام عليكم. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. هذا ان شاء الله غادي نحاولوا نشرحوا هذا الديكور. هذا كما كتلاحظوا معايا في الصوره، والديكور عباره عن دائره يتوسطه دمعتان كما كتشوفوا معايا، في واحد جوج دمعات الوسط. نبداو على بركه الله. كالعاده غنعتبروا هذا المستطيل هذا الاسود هو البلافون ديالنا اللي بغينا نعملوا ليه هذا الديكور، هذا او البلافون ديال الشومبر ديالنا. غنشدو ليه اللاكس ديالو كالعاده، ونشد الطول نقسمه على جوج، العرض نقسمه على جوج، نقسم عاوتاني هذا على جوج، هذا على جوج، ونضرب الطراسيه ديالي من هذه النقطه لهذه النقطه، ومن هذه النقطه لهذه النقطه، ونتحصل على هذا المركز هذا. من بعد غنجي لهذا المركز هذا وغادي نعمل واحد الدائره بهذا الشكل. هاد الدائره هذه هي اللي غادي تحدد الحجم ديال الديكور. كلما كانت الدائره كبيره غيكون الحجم ديال دوك الدمعات كبار، كلما كانت الدائره صغيره غادي يكون الديكور ديالي صغير. انا غادي ناخذ مثلا هاد الحجم هذه ديال الدائره، غناخذ هاد المساحه هذه. ثم خذوا المساحه اللي عجبتكم على حسب المساحه ديال الديكور ديالكم، على المساحه ديال الشومبر ديالكم اللي كتديروا لها الديكور هذا. من بعد ما دورت هذه الدائره غادي نزيد ندور واحد الدائره صغيره على هذه، وغادي نخلي واحد المساحه بيناتهم هنايا. هذه المساحه، هذه المسافه اللي غنخلي ما بين هذه الدائره وهذه الدائره هي فين غادي يكون داك الضوء او اللي. ثم غادي تخليوا المسافه على الاقل تخليوا 20 سنتيم حتى 25 على حسب شحال بغيتو تخليو نتوما هنايا باش تركبوا الباكيت ديالك من هاد الجهة ومن هاد الجهة، يبقالك المسافة ديال الضو هنايا. أنا غندور الدائرة ديالي على هاد المقاس هذا، هاد الشكل هذا. من بعد غنجي ناخذ هاد المسافة من هنايا اللي ما بين هاد جوج دوائر، من هنايا لهنايا اللي خليت هنايا، غنقسمها على جوج. مثلا انا عندي هنايا عندي 5 ميلي، عندي هنايا فهاد المسافه 5 ميلي، نقسمها على جوج تعطيني 2.5 ميلي. نجي لهنايا ونطراسيها، نجي لهنايا لهاد اللاكس هذا، وغنعبر من هنا لهنايا 2.5 ميلي، ومن هنا لهنا 2.5 ميلي، غتعطيني في التوتال نفس المسافه اللي عندي هنايا. باش ندور ديك اس هنايا وسط جوج دمعات بنفس المقاس، نفس المسافة اللي عندي ما بين هاد جوج الدوائر، باش يجيو متناسقين، ما يجيوش هاد المسافة هنا تجي صغيرة وهادي تجي كبيرة، ولا هادي تجي صغيرة وهادي تجي كبيرة، باش يجي داكشي ملاصق وزوين. غنجي ناخد المسافة ديالي هنايا اللي عبرت، عندي تما عندي هنايا 5، من هنا لهنا عندي 5 ميلي، نقسمها على جوج تعطيني 2.5 ميلي. الطراسية الأولى هنايا، الطراسية الثانية هنايا. ما بين هاد النقطة وهاد النقطة نفس المسافة اللي ما بين هاد بين هاد الدائرة وهاد الدائرة هنا. أجي ناخد هاد المسافة هادي من هنايا لهنايا ونقسمها على جوج، من هاد النقطة هادي وهنايا ونقسمو على جوج. مثلا أنا عندي هنايا عندي 47، نقسمها على جوج تعطيني 23.5. نفس الطريقة نجي ما بين هاد النقطة هادي وهاد المسافة اللي عندنا للدائرة هنايا ونقسمها على جوج. سبعة وربعين على جوج تعطيني 23.5. من بعد غنجي لهاد جوج طراسيات، الطراسيات هنايا هادي وهادي، وغندور منهم واحد جوج أقواس بهذا الشكل هذا. نجي نحط الاخر ديالي هنايا في الصور ديالي، نتوما استعملوا لي ستو، انا غنستعمل البريكار، ونحل على هذه المسافه هذه. وغندور واحد القوس بهذا الشكل. غنجي لهذه النقطه هذه هنا، لهذه الطراسي اللي طراسيت هنايا، وغندور واحد القوس معاكس لهذا. بهذا الشكل من هنايا لهنا.
ها القوس الثاني ديالي. من بعد غادي نجي لهاد النقطة هادي هنايا، هاد الطراسية هادي، وناخد هاد المسافة هادي هنايا هنايا لهنايا باش نكمل هاد الاس ديالي اللي جاية هنايا، نكملها لهنا. نكملها بهاد الطريقة. من بعد غادي نجي هاد النقطة هادي لهاد المسافة اللي طرسيت هنايا لهاد الطراسية هنايا، نحتفظ بنفس المسافة اللي عندي ما نغيرهاش، باش نكمل الاس الثانية في الجهة أخرى لهاد النقطة اللي هنايا. كما كتلاحظوا هاد جوج دمعات ديال اللبان واحدة الثانية. دابا غادي نجي ندير جوج دورات صغار هنايا على حسب المساحة اللي بقات لكم هنايا، غانا أنا ناخد فيها هاد المساحة هادي، ناخد فيها هاد المسافة مثلا أنا، وندور ونتحول نفس النقطة هنايا وندور نفس الدائرة بنفس الحجم. كما كتلاحظوا هذا هو الشكل ديال الديكور ديالنا، راه ولا كيبان. دابا غادي نمسح داكشي اللي زايد باش يبان لكم الديكور مزيان. انا غنستعمل القومة كالعادة، نتوما غتستعملوا الراكليت ديالكم. كما كتلاحظوا الاخوان هذا هو الشكل النهائي ديال الديكور ديالنا. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا في الفيديو. الا عنده شي ملاحظه ولا شي استفسار كتبوا لنا في التعليقات ونناقشوه جميع ونجاوبوا عليه ان شاء الله. كما العاده ما تنساوش دعوه الوالدين وتشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش يستافد كل شيء. واللي ما مشاركش معنا في القناه يشارك ويفعل الجرس. فيديو اخر ان شاء الله. والاشتراك في القناة.